يا أحلى صباح، يا أحلى نهار، يا أحلى أماني، يا أحلى أهداف، يا أحلى وجوه اختارت أن تتابع قنوات التلفزيون الجزائري منذ أولى ساعات صباحي هذا الأربعاء 7 من فيفري 2024. نرافقكم من خلاله أعزائي المشاهدين مباشرة من محطة قسنطينة للتلفزيونية الجزائري، وإلى غاية 10 صباحا بإذن المولى تعالى من خلال برنامج صباح الجزائر. هذا البرنامج الذي يتجدد موعدنا معكم من خلاله حتى نحاول أن نجيب على كافة تساؤلاتكم وانشغالاتكم في كافة الميادين، حتى نتمنى لكم صبيحة طيبة مليئة بالأمان الجميلة، بتحقيق الأهداف، بالأدعية المستجابة بإذن المولى تعالى، بكل ما هو جميل جمالكم، بكل ما هو طيب طيبة أنفسكم أنتوما أو في قنوات التلفزيون الجزائري، ليس فقط القناة الأولى وإنما قنواته التسعة. من خلال برنامج صباح الجزائر لنهار اليوم سنحاول أن ننتقل بكم بين مختلف أركاننا على تعددها واختلافها. البداية ستكون من خلال ركن الدين معاملة، أين سنتحدث عن الذكرى الدينية التي تحل علينا اليوم بإذن المولى تعالى، ألا وهي ليلة والإسراء والمعراج. بعدها سننتقل بكم ومعكم إلى ركن البيداغوجيا، وسيكون لنا حديث عن موضوع التعلق العاطفي. بعدها سنستضيف طبيب العائلة، هو الذي سيحاول أن يجيب على كافة التساؤلات المتعلقة بسرطان البروستاتا. بعدها سننتقل بكم ومعكم أيضا إلى ركن ضيف الصباح، أين ستكون لنا حديث أو سيكون لنا حديث عن التسجيلات في دورة فيفري 2024 في التكوين المهني بمختلف تخصصاته. هذه إشارة لمختلف الأركان التي سنحاول من خلالها أن ننطلق معكم وأن نرافقكم إلى غاية 10 صباحا، سواء أنتم لحين تبقوا تتابعونا، سواء أنتم لحين تتابعونا في أولى أركاننا وراكم توجدوا في رواحكم، سواء باش تروحوا تخدموا إلى العمل، نقول لكم يوم موفق إن شاء الله يا ربي، ولا أنتم أصدقائي الأطفال، أصدقائي الطلبة والتلاميذ اللي راكم توجدوا في رواحكم باش تلتحقوا بمقاعد الدراسة، نقول لكم أيضا إن شاء الله ربي يوفقكم ويسهل عليكم. أنتم اللي راكم تتابعوا فينا ربما على مواقع التواصل الاجتماعي، نرحبوا بكم أيضا كل من يحب ويتابع قنوات التلفزيون الجزائري. عربطوا حزيمتكم، تابعوا رحلتنا هذه وأولى محطاتها، ركن الدين معاملة بعد
صباح لنهار اليوم هو ضيف بلاتو قسنطينة، صباح الجزائر من قسنطينة، وضيف قسنطينة ضيف الولاية، لأنه حل علينا من ولاية قلمة. هو السيد مدير التكوين المهني لولاية قسنطينة، والذي عين على رأس قطاعية التكوين المهني هنا بولاية قسنطينة. السيد رفيق جودي، صباح الخير. صباح الخير، وشاكر بداية أشكر المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري بقسنطينة على الدعوة الكريمة، ودائما مرافقة لقطاع التكوين والتعليم المهني. شكرا جزيلا. شكرا لكم على حضوركم وعلى تلبية هذه الدعوة. أنا أقول لك ساعة مرحبا بك في قسنطينة يا سيدي، ومرحبا بناس قالمة في قسنطينة. كنت قلت لي في الكواليس أنه أنت تعرف قسنطينة من قبل لأنك زاولت دراستك فيها، وكنت قلت لي أنه شاهدت اختلاف بين سنوات مضت وبين وين رانا اليوم في قسنطينة. كيفاش راك تشوف في قسنطينة اليوم؟ وبصراحة عاطفين، أنا مشدود كثيرا لولاية قسنطينة بحكم يعني دراسة نتاعي كانت في قسنطينة في بداية التسعينات. تخرجت في سنة 95 1995، درست علوم التربية. الله يبارك. بعد ذلك رجعت، تشرفت باختيار سيد معالي وزير التكوين والتعليم المهنيين لي على رأس هذه الولاية، ولاية العلم والعلماء، عاصمة الشرق الجزائري. وبالتالي أنا سعيد جدا. اختلاف، أكيد أنه الاختلاف راح يكون إيجابي بالنسبة لأي تطور حاصل على المستوى الوطني في ولاية الجزائر العظيمة. زادت بهات قسنطينة؟ أكيد. جميل جدا، هذه هي الإجابة الجميلة التي نبحث عنها، وعن مختلف الإجابات التي سنحاول من خلالها إثراء المشاهد الكريم والمهتمين بقطاع التكوين المهني. نحن اليوم نعيش الدورة الثانية للتسجيلات في التكوين المهني، دورة فيفري 2024، متى انطلقت ومتى ستنتهي؟ بداية، المؤسسات الموجودة بقطاع التكوين والتعليم المهني لولاية قسنطينة والمقدرة ب 25 مؤسسة تكوينية على مستوى الولاية. هذا العدد دائما نشير من خلاله إلى المجهود العظيم التي توفره الدولة، وعلى رأسها على المستوى الولائي السيد والي الولاية بالرعاية والمرافقة الدائمة والمستمرة لهذه المنشآت القاعدية. 25 مؤسسة تكوينية إضافة إلى 19 مؤسسة خاصة معتمدة بطاقة إجمالية والمقدرة بطاقة استيعاب للمناصب البيداغوجية المتوفرة على مستوى الولاية، مقدرة ب 10,020 مقعد بيداغوجي. كذلك بالنسبة للداخليات تتوفر الولاية على 12 داخلية على المستوى جميع المؤسسة، موزعة على جميع المؤسسات، إضافة إلى أكثر من 631 أستاذ يؤطرون العملية التكوينية بمختلف أنماطها وأجهزة تكوينها على جميع المؤسسات. كل هذه الإمكانيات توفرها الدولة لتلبية حاجة مهمة، وهي التأطير البيداغوجي لأبنائنا وبناتنا على مستوى الولاية، على مستوى ولاية قسنطينة، مراكز التكوين المتواجدة بها، والتي هي يعني أرقام هائلة تدل وتعكس أو تعكس مجهودات جبارة للقطاع بصفة عامة وللجهات الوصية في دعم هذا القطاع. طيب، فترة التسجيلات لدورة فيفري 2024 انطلقت لفائدة المهتمين، وحتى نعلم كافة الراغبين في التقدم للتسجيل، متى انطلقت ومتى ستنتهي؟ بالنسبة لهذه الدورة، رغم أنها دورة استثنائية، إلا أننا نحضرها كما نفس الدورة بالنسبة لدورة سبتمبر. بداية التسجيلات كانت يوم 7 جانفي، وتنتهي يوم 17 فيفري إن شاء الله. بقوا عشرية. ومن خلالكم ومن خلال جميع الفاعلين بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، نقول لأبائنا وأمهاتنا، علاه نقول أبائنا وأمهاتنا، أنهم يحرصوا على جميع أبنائنا وبناتنا، أنهم يتوجهوا لأقرب مؤسسة تكوينية على مستوى مقر سكنه ببساطة شديدة.
مهما كانت الحرفة اللي عندهم، مهما التخصص كان اللي حبوه. الرغبة اللي عندها عندهم راح نوفروها على مستوى جميع المؤسسات. جميل جدا. قسنطينة تحوي مختلف التخصصات ومختلف مراكز التكوين المهني التي تلبي كافة الرغبات، ودليل ذلك ما تنقلته لنا الزميلة أمينة بعطوش في هذا الروبورتاج عن انطلاق التسجيلات في الدورة الاستثنائية، دورة فيفري 2024. الزميلة أمينة بعطوش تفصل في الموضوع. رغبة منهم في تلقي تكوين ذو جودة ونوعية يرسم لهم مستقبلا واعدا ويضمن لهم تجسيد مشاريعهم العملية والمميزة. بتول وزملاؤها تيقنوا أن الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين المهني أصبح ضرورة، فكانت دورة فيفري فرصة مواتية لهم لتحقيق أهدافهم المسطرة، فأسرعوا إلى تسجيل أنفسهم في المعهد الوطني المتخصص عبد الحق بن حمودة بقسنطينة في تخصصات جديدة تم إدراجها. شت تسجيلات بداو تاع دورة فيفري، وأنا ما كنت عطيت ديجا الدورة اللي قبل، وشت تخصص تاع تسيير مواد بشرية وأنا مهتمة به، يمد فرصة للشباب ويقدروا يلقاو يعني يديروا مشاريع، يشوفوا مجال يدخلوا في يختلطوا في مجال العمل. كاين تكوين نظري وتطبيقي يعطينا الخبرة باش نكونوا مشاريع كبرى. لقيت هنايا في المعهد هذا التخصص اللي راني حباته، تسيير اقتصاد الماء، ممكن كما تقول قالوا لنا بلي هنايا نقدروا باغ اكزومبل كانت فتحي في لي زابوغاتوار هذوك الكبار اللي يديروا اقتصاد الماء. اون بليس لقيت شغل يوالمني باسك فيه اقامي، بالرغم من انه انا بعيده نسكن في تاجنان، كاين هنا اقامي وكل شيء. فيما يخص نمط التكوين الحضوري فقد تم برمجة اختصاص تسيير واختصاد الماء، اما بالنسبه للتكوين عن طريق التمهين فقد تم برمجة اختصاصين، وهما اختصاص تسيير المخزونات واللوجيستيك واختصاص تسيير الموارد البشرية. لن ننسى التكوين التأهيلي، فقد تم برمجة لهذه الدورة 4 اختصاصات. الملفت لإقبال النوعي للشباب على مستوى مراكز ومعهد التكوين المهني بقسنطينة، نظرا لخصوصية العروض التكوينية التي تتماشى ومتطلبات النسيج الاقتصادي والتنموي من جهة، ومن جهة أخرى استفادة المتربصين من دورات تكوينية وتطبيقية بغية تعزيز قدراتهم في هذا المجال. احنا خممنا ان نكونوا هاد لي متربصين باش يقدروا يخرجوا في الميدان يديروا تطبيق، باسكو التكوين المهني سي كوا؟ التكوين المهني سي 80% تطبيق 20% نظري، يديروا تطبيقات بيان سور لو لون تاع لو كورسوس تاعهم، يديروا تطبيقات من S2 السداسي الثاني حتى السداسي الرابع، معاونينهم بالخرجات ميدانيه، شركات، محطات تصفيه المياه، محطات معالجه المياه، وين يشوفوا الحقيقة وش صاير صحتم. فالتسجيلات لا تزال متواصلة والفرصة لا تزال سانحة للحصول على تكوين واكتساب خبرة تأهيلية وعملية. والزميلة أمينة بعطوش لازالت متواصلة في مثابرتها وفي مجهوداتها التي تسعى لخدمة المشاهد الكريم وتنقل له الصورة من مكان حدثها. شكرا جزيلا للزميلة أمينة بعطوش على هاتين الورقتين اللتين مرتا وإيانا خلال هذه الصبيحة الطيبة. متواصلين معكم في ركن ضيف الصباح رفقة السيد رفيق جودي مدير التكوين المهني لولاية قسنطينة. كنا شاهدنا مختلف المؤسسات المتواجدة بولاية قسنطينة من خلال هذه الورقة، ولاحظ من خلال المقبلين على التسجيل إدراج تخصصات جديدة في التكوين المهني بولاية قسنطينة، فيما تتمثل هذه التخصصات؟ وكسائر الدورات لقطاع التكوين والتعليم المهني سواء دورة سبتمبر أو دورة فيفري، هناك دائما الجديد بالنسبة لقطاع التكوين والتعليم المهني على مستوى الولاية. في هذه الدورة سجلنا 4 تخصصات جديدة. أول تخصص اللي هو قطع وتطعيم أشجار الفاكهة، وهو موجه إلى المستفيدين من منحة البطالة، وهو جهاز
إن سمحتي من بعد نتكلم عليه. أكيد سنتحدث. ثاني تخصص هو تحضير المواد الدسمة وهو لمستوى كفاءة مهنية على مستوى مركز التكوين ومركز التكوين المهني لأولاد رحمون، كذلك مستشار في البيع والشراء والتموين على مستوى مركز متعدد الاختصاصات أحمد أبو درمين في نمط التمهين. هذه التخصصات دائما تتيح الفرص لتنويع الاختيارات بالنسبة لشبابنا بناتنا وأبنائنا في التسجيل واكتساب مهارات تتوافق والاحتياجات لسوق الشغل. رائع. سأعود بكم إلى نقطة منحة البطالة، هذه أو هذا الامتياز الذي تتميز به الجزائر من بين الدول الوحيدة في العالم ككل التي تقدم منحة بطالة للأفراد سواء خريجي الجامعات يعني اللي ما يشتغلوش، لكن فرضت في آن واحد شرط اللي هو مهم جدا يخدم قطاع التكوين المهني ويخدم التنمية الوطنية الشاملة في الجزائر، وهو شرط التكوين. فلو توضحوا لنا هذا الأمر وكيف تم إدراج قطاع التكوين المهني في تجسيد هذا الشرط. بالفعل بالنسبة للمستفيدين من منحة البطالة، وهو جهاز جديد استحدث طبقا للمرسوم الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، المرسوم التنفيذي رقم 22254 المؤرخ في 2 جويلية 2022، والذي يحدد شروط وكيفية الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا الالتزامات المعمول بها. في ولاية قسنطينة كاين أكثر من 28 ألف مسجل في منحة البطالة، وبالتالي الدور الأساسي لقطاع التكوين والتعليم المهني في هذه المهمة وهو عمل الإشراف على عملية التكوين لهذه الفئة. حاليا الرقم الموجود عندنا هو أكثر من يعني بالتحديد 14,868 مستفيد استفادوا من إشعار بالرسائل النصية، الرسائل النصية التي ترسل من طرف المديرية العامة بوزارة العمل، وهي التي تستدعي هؤلاء للالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين. في هذه الدورة سجلنا كذلك عروض مقدرة ب 4800 مقعد بيداغوجي لهذه الفئة. يعني هو فيه تكامل وتضافر للجهود بين مختلف القطاعات حتى المستفيد من منحة البطالة أكيد يستفيد من تكوينه، هو أمر ضروري جدا لأنه وإن ما تشتغلش ما عندكش منصب شغل في انتظار ذلك، لأنه المناصب تفتح ولأنه الحياة أرزاق كما نقوله رزق على ربي أكيد. لكن ضرورة التكوين هي نقطة مهمة جدا في كيفية تحديد كيفية وآليات الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر. طيب لو نتحدث إذا سمحتي لي تكملة لتحليلك، عملية التكامل هذه متواصلة وخاصة في تلبية رغبات المستفيدين من منحة البطالة، والدليل على ذلك أنه درجنا لهم في هذه الدورة اختصاص جديد وهو قطع وتطعيم الأشجار المثمرة. وهذه نتيجة دراسة تحليلية لواقع الاحتياجات لهذه الفئة، وبالتالي لبينا لهم الطلب نتاعهم في إدراج تخصص جديد. جميل جدا، يعني كافة التخصصات متوفرة وما عليكم سوى بالالتحاق بمراكز التكوين المهني هنا بولاية قسنطينة. كذلك مراكز التكوين المهني هنا تتيح دورات تكوينية، تتيح جانب تطبيقي كبير وواسع جدا لفائدة المسجلين طيلة السنة، ما يسمح بتكوين ذو جودة وكفاءة عالية. فكيف تكون وكيف تنظم هذه الدورات التكوينية؟ عملية الدورات التكوينية تكون على المستوى أولا مع المؤسسات التكوينية، خاصة إذا سمحتي لي أنه نقول باللي ولاية قسنطينة تتوفر على 194 تجهيز تقني بيداغوجي موزعة على جميع المؤسسات التكوينية بالولاية. باش نوضحوا للمشاهد لما نقولوا تجهيز تقني ماذا تقصدون بذلك؟ التجهيز التقني والبيداغوجي هو من أهم الشروط الواجب توفرها في
مؤسسة تكوينية لمزاولة أي اختصاص، والذي يكون مرتبط أساسا بالاختصاص المدرس. مثلا على سبيل المثال ميكانيك تصليح السيارات، هذا الاختصاص لابد وتوفر تجهيز تقني بيداغوجي إضافة إلى الأستاذ والبرنامج، وبطبيعة الحال الورشة التي يزاولون فيها تكوين. وبالتالي التجهيز هو من بين الشروط الأساسية لترسيخ المعلومة التطبيقية لأي متكون أو متربص داخل المؤسسة التكوينية، إضافة إلى النمط الآخر وهو النمط المتعلق بالتمهين، وهو نمط تكويني، ولكن الاستثناء موجود في الوقت النظري للتدريس، يكون بالمؤسسة من 8 إلى 16 ساعة نظري، باقي الحجم الساعي يؤديه على المؤسسة الاقتصادية بمكان عمل التمهين الموافق لاختياره في الاختصاص المناسب. طيب، أشرتم إلى التطبيق في المؤسسات الاقتصادية، هذا يستوجب ويتطلب شراكة وتعاون بين قطاعكم ومختلف الشركاء الاقتصاديين على اختلاف التخصصات واختلاف القطاعات، فكيف تكون كيف يكون تضافر هذه الجهود وكيف تكون هذه الشراكات؟ هو في قطاع التكوين والتعليم المهنيين هناك أنماط وأجهزة تكوينية. أولا، نمط التكوين عن طريق التمهين هو نمط ذو أولوية، خاصة مع التعليمات الجديدة الصادرة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، أنه تكون البدائل الأساسية في النسب هي ما بين 60-70%، تكون عروض تكوين خاصة بنمط التكوين عن طريق التمهين، الباقي هما أنماط الأخرى والأجهزة الأخرى المتعلقة بعملية التكوين. نمط التكوين عن طريق التمهين هو آلية جديدة فيها فوائد كثيرة للقطاع وللمستفيدين من هذا التكوين، من أهمها للمستفيدين عن طريق التكوين عن طريق التمهين هو المهارات التطبيقية الواقعية، بمعنى بارك الله فيك، بمعنى أنه أي متمهن عندما يكون في المؤسسة الاقتصادية كمتمهن، معناتها راح يشوف واقع التشغيل على المباشر، يعني في النظر يشوف ما يجب أن يكون في الميدان، ما هو كائن، ما هو كائن في المؤسسة الاقتصادية. جميل جدا سيد رفيق جودي، كنتم حاضرين معنا من خلال ركن ضيف الصباح، ووصلنا إلى ختامه مباشرة. فات الوقت خفيفة والله، فات الوقت ليه خلاص. احنا نوعدوك أنه حتكون فيه استضافات أخرى ومتابعة لكافة العمليات التي ستقومون فيها بها في هذا القطاع. مرحبا بكم في قسنطينة مرة أخرى. رغم أنه عملية التكوين ما تكلمناش عليها يعني باستفاضة، لأنه احنا رانا في التسجيلات، حكينا عن التسجيلات والتخصصات حتى نعلم المشاهد، وحتكون فيها متابعة لمختلف في مختلف برامجنا وعددنا لاحقة، حتى نتحدثوا عن التكوين بلغة الأرقام وبلغة التخصصات. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم هذه الدعوة. شكرا جزيلا على حضورك وإيانا سيد رفيق جودي، مدير التكوين المهني بولاية قسنطينة. وصلنا بكم ومعكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الرحلة الجميلة الفسيفساء التي جمعتنا منذ أولى ساعات صباح هذا 7 فبراير 2024 مباشرة من محطة قسنطينة للتلفزيون الجزائري. خدمكم فيها فريق تقني وفني شاب مبدع يخلص لكم ويحبكم في كل يوم أربعاء يرافقكم بإذن المولى تعالى من خلال برنامج صباح الجزائر. ولأن الرحلة ستختتم والطائرة ستحط برحالها إلى مطار الجزائر ونعود بكم إلى المحطة المركزية، تقبل تحيات قائد هذه الطائرة السيد نبيل يعقوبي مخرجها، تحياتي أنا مالية، وفي رئاسة التحرير العائد من القارة السمراء السيد إسماعيل بالقيدية، نقول له مرحبا بك وعلى سلامتك وشكرا على خدمتك الإعلامية التي قمتم بها في سبيل الإعلامي الرياضي الجزائري للتلفزيون الجزائري. نشكركم أنتم مشاهدينا الكرام اللي بقيتوا وفيين لنا طيلة هذه السويعات. نلقاكم الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية. إلى ذلك الحين تهلاو في رواحكم وفي الإعزاز عليكم. سلام.